the signing of PERC are joint committee. حضرات السيدات والسادة، سيتفضل الآن السيد ناصر الغويطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والسيدة سارة بيسور ونيانتي وزيرة الشؤون الخارجية الجمهورية الليبية للتوقيع على بيان مشترك. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.